السلام عليكم متابعينا الكرام، واهلا بكم في فيديو جديد وحصري على قناتكم مدرسة السبامرز. سنتطرق اليوم ضمن دورة الربح من الانترنت الى كيفية جني 50 دولار يوميا. طبعا طريقة الاشتغال لليوم تعتمد عن طريق موقع رائع جدا اردت مشاركتكم اياه، لعل انا بعض من الاشخاص يشاهدوا دائما في اليوتيوب الكثير من الروابط يعني التي ساضع لكم بعض الامثلة منها، وهناك اشخاص طبعا يربحون عبر تلك الروابط. طبعا طريقة اشتغال هذا الموقع فقط ان تقوم بالدخول الى الموقع وتقوم باختيار رابط من تلك العناوين، ثم تقوم بنشر ذلك الرابط. يعني بمجرد أن تقوم بجذب 63 زائر أو 63 نقرة على الرابط الخاص بك تتحصل على 5 دولار ويمكنك سحبها. يعني موقع رائع جدا، أتمنى أن تشتغلوا فيه حاليا وأن تضعوا لايك. طبعا أنا أردت مشاركتكم هذه الطريقة لكي يستفيد الجميع، لأن البعض لا يعرف هذه الطريقة ولم يستفد منها، لكن عبر هذا الموقع مؤكد و100% ستحصل النقرات، وكذلك سأعطيكم استراتيجية رائعة للربح. طبعا أتحدى أي شخص يعني يقوم بجلب موقع لاختصار الروابط يعطيك 5 دولارات فقط بأن تجذب 63 نقرة، لكن هذا الموقع صديقي الكريم 63 نقرة يمكنك أن تتحصل على 5 دولارات وتقوم بسحبها عبر الباي بال. طبعا الكثير من الأشخاص انتهج هذه الطريقة، ولكنني يعني منذ أيام شاهدت الكثير من الروابط في اليوتيوب ولكن تحريت عن تلك المواقع وتأكدت أن هذا الموقع صادق 100% ويتيح لكم أن تجنوا الدولارات فقط بأن تقوم بنشر هذا الرابط في أي مجموعة من المجموعات، يعني تجذب بعض الزيارات أو النقرات لتلك الروابط وتحصل دولارات بطريقة رائعة جدا. بالنسبة لإثبات الدفع ستجدونها في المدونة، ويعني موقع رائع. أتمنى يعني أن تضعوا لايك لهذا الفيديو وأن تقوم بتشجيعنا بمشاركة الفيديو لكي يستفيد الجميع، لأن بعض الأشخاص لا يعرفون هذه الطريقة. ولأن لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. والآن نترككم مع الفصل التالي. إذن في البداية سنقوم بالتوجه إلى هذا الموقع، ستجدون الرابط الخاص به مرفق أسفل الفيديو. أعتقد أن بعض الأشخاص يعرفوا هذا الموقع، لكن معظم الأشخاص لم يستفيدوا من هذا الموقع، أو يعني هناك الكثير من الأشخاص لا يعرفوا هذا الموقع أو استراتيجية الربح من هذا الموقع. طبعا هذا الموقع يشتغل وكما سبق وذكرنا فقط عن طريق نشر الروابط، بمعنى أنت ستقوم باختيار أي رابط وتقوم بمشاركة الرابط إما في اليوتيوب أو يعني في أي متصفح أو أي يعني موقع تريده. طبعا الكثير من الأشخاص دائما يشاهدون مثل الروابط التي سأعطيكم بعض الأمثلة الخاصة بها في عديد القنوات، يعني تلك الأشخاص يقومون بنشر هذه الروابط في اليوتيوب ويحصلون أرباح خيالية. صديقي الكريم أنا أردت مشاركتكم هذه الطريقة، فلا تبخل علي بالضغط عن زر لايك. كل ما في الأمر سنقوم بإنشاء الحساب الخاص بنا. هنا سننقر على كلمة sign up. بعد الدخول إلى هذا الموقع طبعا ستجدون الرابط الخاص بمرفق أسفل الفيديو، هنا سنقوم بإنشاء الحساب الخاص بنا. طبعا أنا اليوم أردت أن أكشف هذه الطريقة وأن أفضح الطريقة التي يستعملها الكثير من الأشخاص ولا يشاركون مع أصدقائهم، لذا في البداية سنقوم هنا بوضع الإيميل الخاص بنا. طبعا التسجيل لا يحتاج أن تقوم يعني بأن تفعيل الحساب الخاص بك، لذا هنا تقوم بوضع الإيميل الخاص بك كما تشاهدون، هنا تقوم بوضع الإيميل الخاص بك، ثم هنا تقوم بإحضار حسابك في التويتر، تقوم بإحضار رابط التويتر الخاص بك وتقوم بوضعه هنا. كذلك هنا تقوم بالتوجه إلى الفيسبوك وتقوم بأخذ الرابط وتعود إلى هذه الواجهة، ثم تضع الرابط في هذه النافذة. هنا ستقوم باختيار كلمة سر، يعني يمكنك اختيار أي كلمة سر. هنا سأقوم باختيار هذه كلمة السر، ثم هنا نقوم بإعادة إدخال لكلمة السر لكي نقوم بتفعيل كلمة السر. هنا كما تشاهدون تم إدخال كلمة السر، أنت هنا تضع كلمة الباسورد الخاصة بك. يعني موقع رائع جدا صديقي الكريم، فلا تبخل علينا بضغطة لايك وأن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك. هنا تقوم بوضع كود الكابتشا كما تشاهدون، هذا هو كود الكابتشا. طبعا اليوم سأعطيكم الطريقة التي ينتهجها معظم الأشخاص ليربح الدولارات. كما تشاهدون يعني هناك موقع سناكلس، المواقع التي يستعملها معظم المبتدئين، لكن هذا الموقع رائع جدا فقط بنشر الرابط في يعني مواقع التواصل او اينما اردت يعني، ولكن ستقوم بجذب الزوار. يعني مجرد 63 نقرة تعطيك 5 دولارات، يعني موقع رائع جدا وموثوق 1000%، ستجد الالاف من اثباتات الدفع. هنا ننقر على كلمة ريجستر كما تشاهدون، قال لنا سكسس يعني تمت انشاء الحساب الخاص بنا. يعني هنا واجهة الموقع
كما تشاهدون تقوم بحفظ البيانات الخاص بك يعني هنا، ثم هنا هذه واجهة الموقع، يعني مباشرة بمجرد التسجيل في هذا الموقع يعطيك دولار بالمجان، يعني لن تجد مواقع تعطيك دولارات بالمجان، لأن الحد الأدنى لسحب هذا الموقع هو 5 دولارات، وليس مثل المواقع الأخرى تعطيك دولارين أو 3، ولكن السحب هو 25 دولار. هذا الموقع رائع جدا. إذا كيف سنشتغل في هذا الموقع؟ طبعا العديد من الأشخاص يعرفوا هذا الموقع واستفاد من هذا الموقع. هناك ما يشاهدون الأشخاص الذين يربحون من هذا الموقع حاليا، يعني موقع صادق صديقي كريم، وأنصحك بالاشتغال فيه بدءا من هذه اللحظة. طبعا هنا سنقوم بالنقر على share and earn، يعني هنا share and earn يعني تقوم بالنشر وتتحصل على الأموال. هنا يعني كل رابط تقوم بنشر في المجموعات تتحصل على عمولة لتلك الروابط، يعني تتحصل على عمولة عن كل شخص في يعني الحساب الخاص بك. مثلا هناك ما يشاهدون يعني هنا سيعطينا رابط، طبعا هناك ما يشاهدون هذا يعني الرابط الأول أو مثال للروابط التي يمكنك أن تقوم بنشرها في التويتر أو يعني في هذا الانتشير. يعني هنا أعطاك بعض المواقع التواصل الاجتماعي، يعني فقط أن تقوم بالتحصل على نقرة تتحصل على 0.06، يعني موقع رائع صديقي الكريم ورائع جدا. فرجاء أن تدعموني بلايك، يعني وقد يكون لكم الكثير والمحتوى جيد يوميا رغم أن دراسة يعني صعبة جدا، ولكن أشارككم المحتوى. كما تشاهدون هنا هذا هو الرابط الذي ستقوم بنشره في المجموعات، تقوم بنخذ أو نسخ هذا الرابط. طبعا الكثير من الأشخاص أو في البداية كما قلت لكم يعني معظم الأشخاص في اليوتيوب يشاهدون مثل هذا الرابط المسمى btinurl.com، يعني هذا الرابط هو مثل يعني روابط الاختصار، روابط فقط يعني بمجرد النقرات أو نقرة لكل شخص تتحصل أنت على 0.606 عمولة عن كل شخص، يعني موقع جد رائع يعني يمكنكم الاستفادة منه بدءا من هذه اللحظة، ويمكنك انتياج الفرصة للربح من هذا الموقع كما يربح الأشخاص في هذا الموقع. يعني هذه هي الطريقة البسيطة للربح من الموقع، فقط أنت تقوم بالنقر على share and earn وتجد هذه الروابط، يمكنك أخذ يعني معظم الروابط ويمكنك نشرها في المجموعات. طبعا الموقع يتيح لك الكثير من الروابط، هنا يعني ستجد الكليكس الخاصة بالأشخاص، النقرات التي يعني تم الحصول عليها في تلك الروابط. هنا أنت ستقوم بأخذ يعني مثلا أنا سأعطيكم مثال ثانوي وهو مثلا هذا الرابط، تقوم بالدخول إلى هذا الرابط، تتوجه إلى هنا يعني هذا الرابط، ثم تقوم بنقر عليه هكذا وتقوم بنشره في المجموعات. فقط تقوم بجلب كل نقرة يعني تتحصل على 0.06 دولار عمولة عن كل نقرة، يعني كل نقرة تتحصل يعني صديق كريم موقع رهيب جدا. فأتمنى يعني أن تضع لايك لهذا الفيديو. طبعا يمكنك كذلك الربح عن طريق رابط الإحالة الخاص بك، يعني تقوم بالنقر على هنا My friends، يعني هنا يعني عذرا نقوم بالعودة إلى النافذة، سأريكم يعني نافذة invite and earn، يعني هنا invite and earn، يعني هنا ستجد رابط الإحالة الخاص بك. هذا هو رابط الإحالة الخاص بك، طبعا هذا رابط الإحالة الخاص بي، يعني إذا أردت أن تربح مني دولار مباشرة يعني من عندما تقوم بالتسجيل عبر رابط الإحالة الخاص بي كذلك تربح دولار من عندي، يمكنك الدخول عبر رابط الإحالة الخاص بي. إن لم ترد يعني لم تتحصل على الواحد دولار، وأنت حر هنا يعني. ولكي أفسر أكثر يعني طريقة تربح عبر رابط الإحالة، هنا أنت ستربح عمولة عن 15% عن كل شخص، يعني مثلا أنا يعني أشتغل وعند شخص قام بالدخول عبر رابط الإحالة أتحصل على 15% من ذلك الشخص، وكذلك كذلك شخص يتحصل على 15% عن الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل عبر رابط الإحالة الخاص به. هناك من تشاهدون يقول لك تسجل واربح يعني 1 دولار، يعني موقع رائع جدا. فأتمنى يعني أن تشاركوا المعلومة مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع. طبعا هذه واجهة الموقع، هنا يعني الفانز إيرنينج، يعني الأشخاص الذين ربحوا من الموقع. طبعا هنا يمكنك الربح عبر يعني الأرباح الخاصة بالأشخاص الخاصة بك، يعني أو الذي تسجل عبر رابط الإحالة الخاص بك. هنا يعني الويث درو لوجز، هنا withdraw logs، هنا يعني عند سحب الأموال الخاص بك، يعني عندما تتحصل على 5 دولار هنا تنقر على withdraw. طبعا هو الحد الأدنى للسحب هو 5 دولار كما تشاهدون، تصبح مؤهل لسحب أموالك. و100% صديق الكريم سترجع إلى هذا الفيديو وتقول لي شكرا، لأن معظم الأشخاص يشتغلوا بهذه الطريقة، لكنني بحثت عن هذه الطريقة وأردت أن أكتشف ما هو هذا الرابط وكيف يستفيد الأشخاص. الأشخاص يستفيدون فقط بالنقرات، ليس مجبر أن يقوم باختصار رابط أو من ذلك القبيل. مجرد يعني مشاركة هذا يعني الروابط، تقوم بمشاركة الروابط في مواقع التواصل وتتحصل على عمولة عن كل شخص.
يعني الرجاء دعمي أصدقاء الكرام والرجاء مشاركة هذا الفيديو ليستفيد صديقك. طبعا هذه هي طريقة الربح لليوم وأتمنى أنها أعجبتكم، يعني هذه واجهة الموقع. هنا ستجد الأرباح الخاص بك، يعني البالانس يعني المال الخاص بك. هنا ستجد الأصدقاء الذي تسجلوا عبرك، هنا الأصدقاء تسجلوا عبرك اليوم، وهنا يعني الاي دي الخاص بك. يعني موقع مازال جديد جدا ولكنه صادق، يعني ليس هنالك كثير من الأشخاص، يعني مجرد 16,000 شخص، ولكن أعتقد أن هذا الموقع يعني سيحدث ضجة كبيرة في يعني المحتوى العربي، لأنه يتيح الربح فقط بالنشر في المجموعات. يعني كما تعلمون الكثير من الأشخاص يعني يقومون بالدخول في المجموعات ويعني يقومون بنشر الروابط، لكن معظمها يعني اختصار روابط. إذن ما هي الاستراتيجية لليوم؟ الاستراتيجية وهي كالتالي: أنت هنا ستقوم بالدخول إلى المجموعات الخاصة بي. أنا سأضع لكم الكثير من المجموعات في التدوينة، أنت ما عليك أن تقوم بالدخول إلى المجموعات وتقوم يعني بالانضمام إلى تلك المجموعات. كل ما في الأمر ستقوم بالدخول إلى Share and Earn. هنا تقوم بأخذ الرابط كالعادة، تقوم بأخذ أي رابط تريده، يعني كذلك يمكنكم نشر روابط مختلفة، يعني لست مجبر أن تقوم باختيار رابط. يعني إذا أردت أن تضعف أموالك يعني قم بنشر روابط يعني مختلفة. هنا يعني كما تشاهدون تقوم بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كمثال أنا سأقوم هنا بالدخول إلى هذه يعني أي مجموعة، مثلا سأقوم بالدخول إلى مجموعتي وأقوم بالنشر. يعني أنت ما عليك دخول في تلك المجموعات التي سأضعها لك. أنا سأعطيك كمثال هنا المجموعة الخاصة بي. إذن بعد الدخول إلى المجموعات أو المجموعة الخاصة بي، أنا أعطيكم كمثال المجموعة الخاصة بي، يمكنكم الإضمام في المجموعة الخاصة بي ومشاركة الروابط الخاصة بكم. لكنني الاستراتيجية التي أعطيتها لكم والمجموعات التي سأعطيها لكم ستجدونها طبعا في التدوينة، معظمها يعني مجموعات أمريكية. أنت كذلك يمكنك استهداف المجموعات العربية لكي تحضر الزوار، يعني 100% ستحضر النقرات إلى الروابط الخاصة بك. مجرد أن تنشر تلك الروابط صديقي الكريم وتحصل أرباح خيالية من هذا الموقع الرائع. هنا تقوم مثلا بكتابة رسالة محفزة، يعني أو يمكنك كذلك التلاعب أحيانا بالمحتوى. مثلا هنالك تضع محتوى عن شيء ولكن الرابط يعني لشيء آخر لكي تجرب الزيارات، يعني يمكنك أن تتلاعب بهذه الحيلة لكي تحضر الزوار. ما عليك إلا النشر في المجموعات مثلا هذا الرابط وتقوم بكتابة رسالة يعني تجذب لك الزائر إلى الرابط. كذلك يمكنكم استعمال موقع بيت لاي، هذا موقع لكي تقوم بعدم إظهار الرابط الخاص بك. يعني موقع بيت لاي، أعتذر، يعني هنا بيطلع يعني هذا الموقع لكي لا يضرب الرابط الخاص بك، يعني لكي لا يشك الأشخاص. تقوم بالدخول إلى هذا الرابط يعني أو هذا الموقع، يعني موقع بيطلع معروف بيطلع يعني نعم هذا هو الرابط. بعد الدخول إلى الموقع يعني تقوم هنا بوضع الرابط الخاص بك. طبعا هنا سأعطيك يعني الرابط الخاص بك مختصر، هذا هو الموقع الرابط. تقوم بأخذه في المجموعات لكي لا يشك الأشخاص، هناك أشخاص لا يعني يدخلون إلى الروابط. تقوم بأخذ هذا الرابط كمثال، تقرأ على كلمة كوبي وهنا تقوم ب يعني باست للرابط الخاص بك. هنا كذلك تقوم بإغلاق هذه النافذة يعني لكي لا يظهر الموقع، يعني وهنا تقوم بكتابة رسالة محفزة لذلك الشخص، يعني مثلا موقع ربحي مثلا، سنعطيكم كمثال. يعني هناك كثير من الرسالات التي تجدونها مثلا في موقع Earn Part Time Job، يمكنكم استعمال تلك الرسالات تلك، يمكنكم يعني هذه طريقة لا أشرحها ولكن أردت أن أشارككم إياها لكي يستفيد منها الجميع. ما عليك أن تأخذ تلك الرسالات من موقع Earn Part Time Jobs، يعني قمت بشرح موقع Earn Part Time Jobs من قبل. تقوم بأخذ تلك الرسالات وتضع هذا الرابط، ثم تشارك هذا الرابط في تلك المجموعات الأوروبية. بالنسبة للمحتوى العربي تقوم بكتابة رسالة، يعني أي رسالة تكتبها أنت وستحضر الزيارة. طبعا هذه الاستراتيجية لليوم وأتمنى أن الاستراتيجية قد أعجبتكم، ولا تبخلوا علينا يعني بضغطة لايك ومشاركة لهذا الفيديو لكي يستفيد أصدقائكم معكم. يعني كما تشاهدون موقع موثوق وصادق ويمكنكم بدءا من هذه اللحظة أن تستفيد، يعني ستحصل الدولارات الأخرى والنقرات الأخرى وتحصل دولارات وتسحبها عبر الباي بال. وإلى هنا متابعينا الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو، فإن كنتم زوار جدد أو لا تعرفون قناة من قبل ندعوكم للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. كذلك ندعوكم لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بقناتنا، هنالك الكثير والكثير من الفيديوهات الربحية والتقنية التي ستفيدكم. كذلك ندعوكم للدخول إلى المدونة الخاصة بنا، هنالك الكثير من المواضيع الربحية والتقنية والتي نشارك فيها مواضيع لكيفية الربح واستراتيجيات للربح من الانترنت. والآن نترككم في ذمة الله وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة من مدرسة السبامرز.